السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية. قبل ما أبدأ في موضوع الحلقة ومقدمته، عندي كلمتين كده بالبلدي عاوز أقولهم. الدولة طبعا رفعت القيود أو الإجراءات اللي كانت مفروضة على الجماهير في الخروج للشارع والمنتديات العامة بما فيها المقاهي والمطاعم وإلى آخره. مش معنى أن الدولة فتحت نقوم إحنا كمان نعمل زي الصايم اللي كان جعان قوي 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 وبعدين الحرمان أخده فلما شاف السفرة دخل عليها بنهم. لا، لماذا لا نقبل على السفرة بخشوع الصائمين؟ هل إحنا كنا فعلا محرومين؟ وهل الإجراءات اللي كانت مفروضة علينا دي كانت من قبيل منظرة الدولة على المواطن، ولا كانت إجراءات بالفعل حمائية تحميه من نفسه ومن وباء موجود، من جائحة موجودة؟ أنا شايف أن الدنيا اتفتحت بدون أي رادع أو وازع نفسي أو ضمير أخلاقي. طيب يا أخي اللي مشتاق أوي للقهوة وللكباري وللشوارع وللتسكع في الشوارع بمزاجك على موتوسيكل أو في توك توك أو إلى آخره، ما كنتش خايف على نفسك؟ خاف على بيتك. انت ممكن لو اتفرجت على منظر بيت آمن اتحول لعزل طبي، لان المستشفيات طبعا مهما في كل دول العالم حتى اعتى الدول الرأسمالية المتقدمة في النظام الصحي واللي عندها ايه وعندها ايه وعندها ايه، ما تقدرش تستوعب عدد الحالات مع جائحة عامة زي دي، فتحولت البيوت الى عزل طبي. لو انت شفت بيت من اقربائك فيه عزل طبي، لو فعلا شفت حد من بيتك او من اهلك وهو بيتعذب وبيتألم ومعزول عنك وما انتش قادر تشوفه، انت هتضحي بحاجات كتير قوي قوي من اللي انت شايف ان هي من قبيل الحرية. كل زملائنا في القنوات وفي البرامج بيصدروا دائما حلقاتهم اليومية او الاسبوعية بالنصائح دي. انا بقولها بشكل عام، اقبلوا على السفرة بخشوع الصائم الزاهد، مش بجشع النهم المحروم. وكده خلصوا الكلمتين. ندخل في موضوع حلقتنا. لما يكون عندك نظام صارم لتتبع الحاصلات البستانية بتاعتك أول ما تطلع من الغيط علشان تمر بمراحلها المعينة لحد ما توصل للسوق وللرف اللي انت هتشتريها منه، لما يكون عندك نظام صارم لتدقيق ما تأكله وما تشربه قبل ما يوصلك، فانت في دولة متحضرة. طب لما يكون مع نظام التدقيق نظام لتتبع السلعة، بلاش السلعة، حباية الطماطم، الخياراية، الكنتالوب، البطيخ، البطاطس، نظام تتبع ليوم ما تطلع من ارضك لحد ما توصل لك على الرف عشان تشتريها وتاكلها، لما يبقى فيه نظام لتتبع المسألة دي وللكشف وللتدقيق عليه وتمحيصه وتحليله عشان نشوف فيه متبقيات مبيدات أو كيماويات أو عناصر ثقيلة جاية في الأكل ده هتضر صحتك ولا لا، يبقى أنت دولتك تخطت أو وصلت على نقطة مهمة جدا جدا على منحنى التحضر اللي إحنا إن شاء الله بنطمح بيه. طيب يا ترى هل فيه جهاز كده ممكن تشيله في إيدك وتحطه في حباية طماطم أو في حباية فراولة علشان تقيس فيه مستوى أو متبقيات المبيدات قد إيه، نسبة متبقيات المبيدات أو العناصر التقيلة أو الكيماويات المتبقيات اللي فيه، جهاز صغير كده زي بتاع السكر اللي بنستخدمه في البيت وبعدين تشوف على العداد بتاعه كده تشوف نسبة قد إيه؟ ما كانش حد غلب. المعامل المركزية المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات أو المعامل المركزية المتخصصة في تحليل المبيد نفسه، إن كان يصلح مبيد سام للحشرات ونسبة سميته قد إيه وبيتجرب قبل ما يوصلك، المعامل دي بتتكلف مش ملايين، مئات الملايين، وتصل في تضرب في سقف المليار. ما كانتش أعتى الدول الرأسمالية تعبت نفسها بأنها تعمل معامل مرجعية وتعمل مرجعيات ولجان تيجي تفتش المعمل المرجعي أو المعمل المركزي عشان ياخد درجة اعتماد دولية من الجهات الصحية أو الجهات الغذائية الدولية سواء التابعة للأمم المتحدة أو إلى آخره، عشان ياخد الدرجة دي بيمر بمراحل عديدة جدا وبينفق مئات الملايين وربما المليارات من الأجهزة والتكنولوجي الجديد
علشان تخضع فيه، سواء المبيدات قبل إتاحتها أو قبل ترخيصها للاستخدام الزراعي، أو حتى متبقيات يحلل يفرم السلع الغذائية اللي جاية لك دي ويحولها لعصير أو مسحوق ويخضعها لطرد مركزي وعينات وتحليل عشان أطلع فيها متبقيات المبيدات قد إيه. مفيش دولة في العالم النهاردة تقدر تقولك المنتج بتاعي خالي تماما، زيرو متبقيات مبيدات، إلا ما ندر فيه نسبة دائما موجودة في كل دولة. مصر أيضا في هذا الجانب وصلت للمستوى القياسي العالمي فيه، إنما في متبقيات مبيدات بتبقى في الحد الآمن المسموح. يعني لو أنت أكلت السلعة دي وفيها نسبة متبقيات مبيدات أو كيماويات مثلا 0. كذا كذا كذا، دي بتحددها جهات صحية عالمية، لو أكلتها وفيها النسبة البسيطة دي أنت آمن، لأن أنت عندك جهاز مناعي وعندك أعضاء أخرى يعني تختص بالغسيل وبالتخلص من هذه الفضلات السامة، وعندك كبد يفرز سموم، وعندك كليتين يفرزوا بعض الأشياء، فالحمد لله ده موجود في مصر. أيوة موجود في مصر. هل في جهاز صغير ده؟ لا، كذب الكاذبون وخسئ الكاذبون، اللي هم مين؟ الجماعات المسمومة اللي بتنزل تسحب عينة، وخاصة لازم تبقى مصرية، يروح يجيب اسم مصري، كرتونة مصرية من سوق، ويجيب قلم السكر اللي هو شايله ده ويحطه كده في قلب الثمرة ويقول شوف 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 النسبة قد ايه، وهي نسبة مواد صلبة بتظهر في العدادات الصغيرة دي اللي هي ب100 جنيه وب150 جنيه وب100 دولار. انما اقل جهاز يستخدم في تحليل متبقيات المبيدات ومتبقيات الكيماويات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اقل جهاز يبدأ من 1,000,000 دولار ويتضاعف الى 10 ملايين الدولارات. عندنا معامل مركزية تتبع وزارة الزراعة، تتبع تحديدا مركز البحوث الزراعية، هذه القلعة العلمية اللي فيها أكثر من 11,500 باحث موزعين على مجموعة من المعاهد العلمية، المعاهد البحثية، ومجموعة من المعامل التي من شأنها بالفعل تدقيق ما نأكله وما نشربه، إضافة إلى تغطية الفجوات البحثية الموجودة، وكلها موجهة لشأن فقط لغير إنتاج غذاء صحي آمن على الصحة العامة، سواء للمواطنين اللي هم سلامتهم وصحتهم مسؤولية الدولة، أو لتصدير الفائض من حاجتنا إلى الخارج لكي نجني به عملة صعبة لصندوقنا اللي هو الخاص بالاقتصاد القومي وإنتاجنا القومي من الحاصلات الزراعية. حلقتنا النهاردة هتدور حول إمكانية مركز البحوث الزراعية ومعاملها المتخصصة في تدقيق المبيدات، أولا مجرد إنتاجها من مصنع وتحويلها للزراعة أصبحت على رف محلات المبيدات، إزاي بتمر بالمرحلة علشان يقولك إن ده مبيد آمن رشه. الحاجة التانية معاملنا المتخصصة أيضا في تحليل متبقيات المبيدات، السلعة دي اتجمعت من الغيط، مرت بمراحل قد إيه علشان توصل لك، الفترة الأمينة قد إيه للمزارع اللي يجمع بيها المحصول بعد ما يرش المبيد وليس قبل ما يرشه، على أساس أنه برضو يكون بيتقي الله سبحانه وتعالى فيما ينتجه، وأنه ما يضرش يرجع يكلفنا تاني فاتورة علاج ويحول لنا المستهلك إلى مرضى يزحموا المستشفيات. حلقتنا دي هتدور حوالين الموضوع ده، هنلتقي فيها 2 من اللي أنا بسميهم الجنود المجهولين. الجنود المجهولين دول 2 باحثين من العلماء اللي ما بعدوش ورا الكاميرا، ده بعدوا تحت الميكروسكوب في خلايا معملية بحثية يدققوا هذه الأمور. النهاردة الاثنين العالمين الجليلين الشابين اللي موجودين معايا، عالمين مصريين، هما ليدس فيرست الأول الأستاذة الدكتورة هالة محمد أبو يوسف وكيل المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور فرج ملهط أستاذ مساعد بحث في هذا المعمل أيضا في المعمل المركزي للمبيدات، وهو متخصص في متبقيات المبيدات وتلوث البيئة أو العناصر التي تلوث البيئة. سنلتقيهم إن شاء الله في هذه الحلقة بعد الفاصل لكي نتحاور معهم في المحاور التي طرحتها في هذه المقدمة، خلوكم معنا بعد الفاصل.
بعد اعتماد المبيد كمبيد وتم تسجيله بالفعل وخد شهادة تسجيله وأصبح متداول على الأرفف ووصل لإيد الفلاح، فيه دور تاني أو دور مستمر للمعمل المركزي للمبيدات، هيكمله أيضا الدكتور فرج ملهط. اتفضل يا بيه. زي ما اتكلمنا يا استاذ محمود ان قلنا المعمل المركزي بيقوم بعمل توصيه اللي هي فتره ما قبل الحصاد، ايضا المعمل المركزي بيتابع المبيد ده بعد الاستخدام، بعد الفلاح ما استخدم المبيد دوت على المنتج بتاع على المحصول بتاعه دوت، هل هو التزم الفلاح بالجرعه الموصى بيها، التزم الفلاح بفتره ما قبل الحصاد اللي بنسميه الكلام ده اللي بنسميه الممارسات الزراعيه الجيده اللي هي الجود اجريكلتشر براكتكس او الجاب. الجاب الجاب. فالفلاح لو التزم بالجرعه، التزم بفتره ما قبل الحصاد، التزم بعدد مرات التطبيق، كل ده مردوده ان المحصول بتاعه بيبقى في نسبه متبقي المبيدات اقل من الحدود المسموح بها او خالي خالص من متبقيات المبيدات. وهنا المعمل بيعمل يعني له دور كبير جدا في النقطه دي من خلال عندك لجان بتنزل تاني تسحب عينات من الغيط. لجان احنا في خطه وطنيه لرصد متبقيات المبيدات من الاسواق المحليه، ودي يعني القائم عليها هي لجنه مبيدات الافات بالتعاون مع المعملين، المعمل المركزي للمبيدات من خلال قسم متبقيات المبيدات والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات منصفه، يعني بيبقى في خطه سنويه بتتنظر فيها كل سنه ايه المحاصيل اللي فيها، ايه المحافظات اللي بيتجاب منها المحاصيل ديت، وعدد العينات اللي بتتسحب خلال السنه ده خلال البرنامج دوت، واللي فندد للموضوع ده هو لجنه المبيدات، واللي بيقوم بيه المعملين بيقوموا بتجميع العينات من الاسواق المحليه من المحافظات المختلفه من المحاصيل اللي هي متفق عليها خلال البرنامج او خلال السنه، وبيبدا المعملين يحللوا العينات دي ويعملوا تقارير ربع سنويه للجنه مبيدات الافات، اللي بعد كده بتتجمع وتترفع للسيد معالي الوزير. وبناء عليها الرجل لازم يفرض عضلاته. وبناء عليها بيتم اتخاذ القرار، بيتم اتخاذ القرار دلوقتي بيتعرف بعد بعد السنه دي في المحصول ده بيتعرف هل الفلاح اللي التزم ولا المشكله في المبيد ولا المشكله في ايه بالظبط؟ يعني انا لو لقيت المبيد مسجل على المحصول ده وموجود بكميه اعلى من الحدود المسموح بها هنا، يبقى الفلاح اما ما التزمش بفتره ما قبل الحصاد او استخدم جرعه زياده او عمل مرات تطبيق اكتر. لو انا لقيت مبيد مش مسجل اصلا على المحصول ده ولقيته ورصدته في المحصول ده، يبقى هنا الفلاح ما التزمش بالتوصيه المحطوطه. انا المبيد ده مش متوسع على الطماطم ولقيته على الطماطم، جه منين؟ يبقى هو استخدام خاطئ هنا نقدر نفسر المشكله كانت منين، مشكله فلاح ولا مشكله مبيد ولا ايه بالظبط. وبالتالي يقدر هل لو هي مشكله فلاح ممكن التوعيه يتعمل له برامج توعيه زياده او هو ده بقى تتكلم عنه الدكتوره هاله. الدكتوره ان شاء الله ما ينفعش كده، ده خلاص نامت مني يعني. انا بس عايزه الرقابه على التداول بقى اعتقد ده حضرتك تخصصك في دي بس انا قبلها احب اتكلم على دور لجنه المبيدات في تسجيل المبيدات، لان الحقيقه كل الاجراءات بتبقى في غايه الصرامه وبتتبع كل المنظمات الدوليه لتسجيل المبيدات، يعني لازم نشير للدور الكبير ده. ومن ضمن الدور الكبير كمان اللي بيتعمل انه الاستيكر اللي موجود على كل مبيد اللي عليه كل تعليمات الاستخدام من اول الجرعه، وزي ما قال كمان الدكتور فرج فتره ما قبل الحصاد الالتزام بيها مهم جدا، لانه ممكن ان هو يجمع قبل نهايه فتره ما قبل الحصاد تاذيه في انه مش بس ما يعرفش يصدر، وانه حتى نزوله في السوق المنتج ده يكون مضر بالصحه، والصحه دي مش صحه بس المستهلك وصحه حتى المزارع لو هو استخدم منه. يعني انا ما عنديش مزارع لكن انا مضطر اتقمص دوره واقول لحضرتك المزارع احيانا مش هننزل عليه بالسكينه،
احيانا بيجي يجمع الخوخ ويلاقي فيه ذبابه خوخ موجوده، وخلاص الاسواق حكمت انه لازم السلعه دي تقع على الارض لو ما اتجمعتش، ولازم يجمع، وانا شايف ان فيه ذبابه. بتصل بسرعه بالمحل اللي انا بشتغل معاه بقول له ابعت لي حاجه للذبابه. حاجه الذبابه دي المحل ده واحد بيشتغل فيه دبلوم تجاره، دبلوم ما اعرفش ايه، بكالوريوس ايه، ملوش علاقه، خدت بالك؟ مش هيبص والله ده مسجل ذبابه خوخ للخوخ، ولا مسجل ذبابه بيضة للطماطم، ولا مسجل ذبابه فاكهه للزيتون. فهو اللي جاله بيرشه. دور المعمل المركزي هنا ايه في الحكايه دي؟ عندكم سلطه الرقابه على الحاجه دي والتتبع، وانكم لو لقيتوا دي وفي مخالفه تعملوا بها مذكره لجهه الاختصاص انها تجيب المزارع ده، جبت المبيد ده منين؟ جبته من المحل الفلاني. فالمحل ده يتعرض لاجراءات عقابيه؟ لا، هو المحل ده بيتعرض للرقابه المستمره، بمعنى انه الرقابه قسم الرقابه من المعمل المركزي المجدد بيقوم بحملات تفتيشيه بانتظام. هو ليس لديه الضبطيه القضائيه، فبالتالي بيكون معاه شرطه المسطحات اللي بتمثل الضبطيه القضائيه. في خلال مروره بقى على المحلات دي بيبتدي يشوف هل المبيدات اللي موجوده ما زالت مدة صلاحيتها ولا انتهت، هل هي مسجلة ولا غير مسجلة. فالدور الرقابي مهم جدا، مش بس على المحلات وكمان على المصانع. يعني المنتج اللي متصنع في المصانع المصرية من المبيدات بيتم الرقابة عليه، ان هو بيجيب عينات. كمان قسم الرقابة بيقوم بدور رقابي شديد على المبيدات المستوردة، بتتاخد عينات من الجمارك من قبل ما الشحنه تدخل مصر، ويتم تحليلها والتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، والشحنه الغير مطابقه بيتم رفضها، ما بتدخلش البلد. حضرتك جالك عينه للتجريب وجربتيها وحللتيها وخضعت لكل التجارب دي قبل ما تتسجل، وتسجلت واتباعت، والراجل صاحب المصنع اللي هو الفرموليشن اللي عمل التركيبه يعني وعباها وبيبيعها، خلصت التركيبه الاولانيه وبيعمل تركيبة تانية وعمل منها طن ومعاه نفس الشهادة، فبيروح يعمل تركيبة تانية ممكن يقلل في المادة الفعالة، يزود في المادة النشرة اللي هي بتساعد في مرور المادة الفعالة بسرعة، يغير في المواصفات الكيميائية والفيزيائية. باستمرار الرقابة مستمرة ما تتوقفش، ما هيش مرة واحدة بس بيتم التحليل للتشغيلة اللي تمت دي، الرقابة مستمرة على المنتج المحلي أو المستورد. بمعنى يعني انا فهمت حضرتك ان حضرتك قصدك ان هو لما جه سجل وانتج عملنا له تحليل وطلع مطابق، بنقول له شهاده صلاحيه 3 سنين او 4 او 30 شهر على كميه، على كميه معينه يتم الافراج، خلصها لازم يعيد التحليل طبعا على كميه ثانيه طبعا دي مهمه جدا. الافراج بيتم على كميه معينه لا مش يعني ما بيبقاش مدى الحياه او ما بيبقاش المده اللي هي 3 سنين. حضرتك ما انت شايفه ان لازم المصدر أو المزارع يكون مساهم في الحلقات الرقابية دي كضمير من عنده، لأنه أنت عارفة إذا كان الرقيب إنسان مفتش من مباحث التموين، المسطحات، من لجنة عندكم، من لجنة أي رقابة في وزارة الزراعة، ده بشر. دور المزارع والمصدر، المصدر ده مؤسسة، مش المفروض يبقى عنده لجنة خاصة بيه تعمل تتبع للمزارع اللي هو متعاقد على حاصلاتها علشان يوعي المزارع ويكون رقيب معاكم، ولا أنا لسه هنا؟ لا هقول لحضرتك حاجة، أنت عايز توصل معايا لإنه الضمير الحي عند المزارع وعند المواطن هو اللي يبقى رقيب، ده أكيد أساسي، ومش هيتم نجاح من غير ما يبقى فيه مشاركة بين الهيئات المجتمعية أو المجتمع وبين الهيئات الرقابية. مفيش شرطة بتنجح من غير ما المجتمع بيساعدها، صح ولا لا؟ المزارع النهارده على فكره لو سمحتوا جهزوا لي تليفون المهندس حماده العمده ايناس يا اميم، ده مصدر برضه ناخد رايه في النقطه دي. المزارع النهارده عاد خايف ليه؟ بعد ما عاد في اجراءات صارمه جدا جدا وتتبع وزاره الزراعه وهيئه سلامه الغذاء المنتج بتاعه، وانا هاجي ابيع مثلا، انا مزارع زيتون، هاجي ابيع الزيتون بتاع التاجر، اخده حطه في البراميل، جه يصدره، اتحلل لقى فيه متبقيات مبيدات، هيرميه في وش تاني بالزبط. او عرف مزرعته حط عليها اكس، عمره ما عاد جاي لي. فالمزارع هنا المفروض يبقى عنده الضمير ده حفاظا على مصلحته هو، قبل ما نقول له حفاظا على الصحه العامه. مش بس ضمير، ويبقى عنده وعي. يعني مثلا كتاب التوصيات اللي بتصدره لجنه المبيدات موجود فيه تفاصيل كتير جدا مهم ان هو يهتم بيها، من ضمنها مثلا المبيد المناسب للقفه المناسبه للمحصول المناسب.
يعني الحاجات دي كلها لازم هو يراعيها. وعشان كده زي ما بقول لحضرتك الليبل اللي موجود على عبوه المبيد مهم جدا ان المزارع والتاجر واي مستخدم للمبيدات ان هو يقراه بالتفصيل، لان كل معلومه فيه ليها معنى من اول الجرعه لغايه فتره ما قبل الحصاد لغايه حتى الاحتياطات اثناء الاستخدام، يعني الملابس الواقيه اللي بيستخدمها مطبق المبيد موجود على الليبل اللي موجود على عبوه المبيد، فمهم والله جدا. والله يا دكتوره في جاب او فجوه كبيره جدا جدا بين التعليمات اللي بنقولها العلميه وبين التطبيق على ارض الواقع. يعني انا اذكر نفسي واذكركم بمشكله حصلت السنه اللي فاتت وانا من على الطاوله دي جرمت المزارع، وكانت مشكله محمود البرغوث اللي مشهور انه بيدافع عن المزارع النهارده بيطلع المزارع غلطان. كان في ازمه حصلت امبارح بين احد مستوردي بذور الطماطم ومزارع الطماطم، وكانت مساحات كبيره جدا تضررت من صنف معين من الطماطم. الصنف ده معروف جدا ومحبب جدا تجاريا للمزارعين، لكن حصل في سنه من السنين كان عندنا حراره عاليه جدا في موسم زراعته، تمام، اجهاد حراري، مع ان الصنف ده كمان عنده مميزات فيها اجهاد، انه صنف مبكر بينتج عمر 65 يوم. كمان الحاجه الثالثه انه تلوينه كويس جدا، يعني محطوط فيه حاجات كتيره بتعمل اجهاد عليه، فلما تديله كمان اجهاد حراره لازم فيه الجين اللي هو المقاوم مثلا لذبابه الطماطم او للذبابه البيضاء اتكسر، فيقوم الفلاح يعمل ايه؟ يرش الصبح والظهر والعصر، ما هوش عارف انه بيضيف اجهاد عاشر اللي هو الاجهاد الكيماوي على النبات، فبالتالي لازم كل الجينات اللي محطوطه لان الصنف ده يقاومها نامت في الخدمه، فالصنف ضعف. فلما انا طلعت المهندس حماده جاهز؟ يا باشمهندس حماده أهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ أنت كمصدر يعني مؤسسة تصديرية فاتح لك 300-400 بيت من خلال محطات تصديرك ومن خلال شركتك، أنت لازم تتقدم ولازم تزود المؤشر بتاع تصديرك. أنت النهاردة بتحل محل اللي هو احنا بنسميه الزراعات التعاقدية، عندك نظام في مؤسستك يديلك الحق في أنك تتابع زراعتك اللي أنت تعاقدت عليها عشان تشتريها للتصدير؟ الصوت شويه يا جماعه لو سمحت. سمعنا يا باشمهندس حماده؟ سمعت يا محمود. انت عندك مؤسسه تصدير بتصدر عنب، بتصدر موالح، هتصدر رمان، هتصدر بصل، وات ايفر. تمام. تعاقدت مع سين من الناس على انك تاخد محصول وتصدره. بعد ما تعاقدت معاه عندك نظام تتبع لان هو بيتبع الممارسات الزراعيه الجيده علشان تضمن ان محصولك ده خالي من متبقيات المبيدات ومناسب للتصدير ولا لا؟ طبعا يا فندم لازم يكون في برنامج متابعه اللي هو احنا بنسميه التريسابيلتي اللي هو التتبع، ان احنا بنتابع المنتج من بدايه زراعته لحد الحصاد، وبعد كده بتبدا مرحله التعبئه برضه بتبقى فيه متابعات داخل المحطه، ده عشان نجاح المنظومه التصديريه. احنا عندنا صوره من صور المتبقيات. يا باشمهندس حماده معاك. مع سعادتك يا فندم. طب انت من حقك في اي وقت انك تبعت مهندس من عندك يدخل المزرعه اللي انت متعاقد معاها يشوف العبوه او المبيد اللي انت موصي بيه ينفع على العنب او على الموالح ولا لا؟ طبعا يا فندم احنا لازم يكون في من يعني ده شرط اساسي في التتبع والتعاقد ما بيننا وبين المزرعه، ان احنا يكون المهندس انا يشرف اشراف كامل على المنتج وعلى الميد والري. بتاخد عينه قبل الحصاد تحللها؟ قبل الحصاد احنا كل بيد ليه بي اتش بتاعه اللي هو فتره السماح بي اتش اي 10 ايام او 20 او 30 على حسب، وبعد كده بناخد المنتج بنوديه معمل المركزي المتبقيات المبيدات عشان نحلله، ولو كانت النسبه سليمه بنبتدي نصدر، النسبه مش سليمه بنصبر عليه شويه لحد البي اتش بتاعه ما يسمح لنا بالتصدير. لكن ما بترميش بقى في السوق للمصريين الغلابه يعني؟ لا يا فندم، لا 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 يترمي المصريين ولا يترمي غير المصريين، احنا في معامله ادميه لكل البني ادمين اللي على وش الارض اللي عايشين، وانا واحد منهم وسعادتك واحد منهم، ان احنا نطلع منتج خالي من المبيدات علشان ناكله كلنا او ناكل منه كلنا.
اشكرك يا باشمهندس حماد. لكن انت راضي عن دور وزاره الزراعه في تشجيع الصادرات ولا لا؟ والله يا فندم قصه راضي او عدم راضي دي يعني مش موجوده كتير. احنا الرضا ان احنا نكمل منظومتنا وان احنا ننجح وان احنا نحافظ على نجاحنا. فاحنا برضه في شويه حاجات ان شاء الله في الفتره الجايه ممكن تتعدل وممكن ربنا يكرم وتبقى افضل ان شاء الله. ما هو مطلوب طبعا زي ما قلنا من المزارع او المصدر او حتى التاجر اللي هو الجلاب العادي اللي بيشتري عشان ينزل في السوق من المزارع، لازم يبقى في ضمير جمعي عشان الحلقه تكتمل. انا شايف ان وزاره الزراعه لازم تفعل دورها اكتر من كده. لازم يبقى في تفعيل لادوارهم اللي هي كانت موجوده قبل كده، لازم تشتغل من اول وجديد، لازم يبقى في المشرف الموجود في الجامعات الزراعيه والمهندس اللي بيشرف على الزراعات وننزل نشوف المقاس. الخطه من اول وجديد. ان شاء الله ده بنتوسم فيه ان شاء الله، وان شاء الله تكتمل منظومه. بشكر حضرتك يا باشمهندس حماد. سؤالك انت طبعا. جنبي اتفضل. تمام. ف احنا قلنا ان انا ما بسالش، انا سيب الحلقه كده فري يعني. تمام. احنا يعني في 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 زي الجزئيه بتاع مطابقات المبيدات دي، المعمل بيقوم يعني استكمالا لها، المعمل بيقوم فيها باكثر من دور. قلنا ان المعمل مشارك في برنامج الخطه الوطنيه دي من الاسواق المحليه عشان برضو ما يبقاش كل الاهتمام للمصدر. طب فين ال يعني المواطن يعني فين المواطن اللي بتاعنا؟ السوق ده يطمن ان المنتج اللي في الكرتونه او في القفص او على الرف في البقاله متاخد منه عينات، متاخد منه عينات بيخضع لرقابه المعمل المركزي للمبيدات او معمل متبقيات المبيدات، بيخضع وبيصدر تقارير ربع سنويه للجنه المبيدات. المعملين بيعملوا تقارير، وفي الاخر في اخر السنه بيبقى فيه تقرير مجمع بيترفع للسيد الوزير ويتقال فيه الوضع بالظبط ايه في منتجاتنا او في اسواقنا المحليه، ايه اللي نسبه التعدي في اني محصول بالظبط، في اني منطقه، في اني محافظه، ايه المبيدات اللي كانت التعدي حصل بيها، نسبتها قد ايه، بالمقارنه كمان بالبرامج الرصد العالمية احنا فين بالظبط، في اي نقطة بالظبط، هل احنا زي الدول التانية ولا عندنا نسبة تعدي اعلى ولا عندنا نسبة تعدي اقل. دي كلها حاجات بيتم عمل تقارير بيها، وبناء عليها بتتحدد الخطة بتاعت السنة اللي بعدها. يعني اذا كان محصول ما فيهوش تعدي كتير او منطقة ما فيهاش تعدي كتير يعني المحصول ده بيتشاف محصول غيره عشان يتشاف الوضع بالظبط في بقية المحاصيل ايه، لان انت مش هتقدر كل ثمرة بتنتج انك تجيبها وتحللها، ده حاجة مكلفة جدا وحاجة مجهدة جدا. ففي خطة محطوطة بالنسبة للاستهلاك المحلي او بالنسبة للمنتجات اللي في الاسواق المحلية، ودي المعملين شغالين فيها. ايضا احنا زي ما الدكتور احمد قال كده برضو احنا بنشارك في عملية اللي هي التكويد، بيتاخد عينات قبل الحصاد، والسنة دي احنا اشتغلنا على محصولين الفراولة والجوافة من محافظتين، سحبنا منهم عينات أثناء الحصاد وتشاف. يعني الفراولة من أكثر من مزارع اللي بتاخد من مزارع مبيدات فطرية بالذات، من مزارع من التكويد احنا بدأنا بالمحصول عشان الذبابة جاذبة جدا. ففي المزارع اللي هي بتاعت التكويد دي تسحب عينات منها أثناء عملية الحصاد أو قبل الحصاد، وتم تحليلها بالنسبة لمحصول الفراولة والجوافة. برضو المعمل المركزي بيساهم في عملية التصدير. النهاردة المعمل المركزي بيساهم مع معمل المركزي لتحليل مطبقات المبيدات في تحليل الشحنات المصدرة. احنا حاليا بنشتغل مبدئيا مع الحجر الزراعي في الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية، وكمرحلة مبدئية وإن شاء الله هيبقى في زي ما الدكتور أحمد قال كده إن المعمل هيخش في كل المنتجات الزراعية. برضو المعمل بيشتغل في الواردات كمان مع هيئة سلامة الغذاء. احنا بنحلل هيئة سلامة الغذاء الخضر والفاكهة والأعشاب الواردة للبلد، مش الخارجة، الواردة للبلد. احنا عندنا فئة من الشعب سلام ما بتاكلش الا الفاكهة المستوردة والخضار المستورد. يعني الوارد عليه رقابة والصادر عليه برضو رقابة، ده حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية. طيب دكتورة قال عشان بس روحها مجبورة الخطر بتتكلم في 70%. أنا مجبورة في جميع الأحوال. الله يكرمك. في حاجة مهمة جدا، أنا لو مكان المشاهد زمان عنده كونفيوز أو أسلاكه ضربت، قاعدين نتكلم عن معملين، المعمل اللي حضراتكم تابعوا اللي هو المعمل المركزي للمبيدات اسمه كده، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.
ده حاجة كبيرة جدا وده أيضا حاجة كبيرة. ممكن أنا فاهم بس عاوز حضرتك أنت اللي تحل الكونفيوز ده، ده إيه وده إيه؟ بالظبط. لو قلنا إنه المعمل المركزي المبيدات بيقوم بأكتر من دور، بيقوم بدور تحليل المبيد علشان التسجيل، بيقوم بدور تحليل المبيد أثناء عملية استيراده أو تصديره، بيقوم بدور تحليل المبيد، كل ده احنا بنتكلم عن المبيد نفسه، ما جيناش ناحية خالص المتبقيات، تحليل المبيد أثناء التصنيع أو بعد تصنيعه علشان نتأكد من أنه مطابق للمواصفات. بعد ما حللنا المبيد ووافقنا عليه من الناحية الكيميائية والناحية الطبيعية زي ما شرحناها قبل كده، طيب مهم جدا ان احنا نشوف تأثيره البيئي، فتتعمل له دراسات سمية، سمية بيئية على الكائنات الغير مستهدفة زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا من ضمنها النحل مثلا، وسمية حادة. الكلام كتير جدا عن ملف المبيدات ده حضرات السادة المشاهدين، يعني حكاية النحل اللي بنتكلم عنها دي، النحل بيطلع من الخلية بإشارة وممكن يسافر مئات الأميال ويرجع لنفس الإشارة الخلية بتاعته، فلو تعرض لنوع من المبيدات اللي بتأثر عليه بتضيع الذاكرة بتاعته، زي الحمامة اللي طلعت من برج ما عادتش عارفة البرج بتاعه، فهو ما عادش بيرجع للخلية فيبقى ضاع. فتخيل حضرتك ان ده تأثير، هو مش مميت، النحل ما ماتش ومع ذلك اتأثر عليه تأثير هيخليه غير منتج، مش هتاخد منه المعسل اللي انت عايزه. فاحنا اتفقنا ان احنا ما بنسجل المبيد وبنعمل له دراسات سمية، كمان من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنعملها مع دراسة فعالية المبيد تأثير سمية المبيدات للنباتات كمان. يعني حضرتك انت ممكن دلوقتي النبات ده كائن حي بالظبط كده، يحصل له توكسس يعني دوز، انت لما جيت بالظبط جيت تكافح الحشائش وفوجئت بان محصولك بيتدمر مع الحشائش. نعم. فدي من ضمن الدراسات اللي بتتم. من ضمن برضو الدراسات المهمه جدا البي اتش اي اللي اتكلم عنها فترة الدكتور، ما قبل الحصاد، فتره ما قبل الحصاد. بعد ما عملنا ده كله ولقينا المبيد كويس واستخدمناه السنه دي والسنه الجايه والسنة اللي بعدها، وفوجئنا بأنه الآفات كونت له مقاومة، ده برضو من الأدوار اللي بيقوم بيها المعمل المركزي للمبيدات، أنه بيدرس مقاومة الآفات للمبيدات. يعني ممكن أرش المبيد ده السنة دي ورشه تاني السنة الجاية ما عادش إيه، خلاص المبيد عرفه فيقول له لا هو أنت سيبك مني خلاص ما عادش له علاقة بيه. بالزبط. بتعملوا إيه في الحالة دي بقى؟ بتتحط برامج لاستخدام المبيد باسلوب معين بحيث انه لما بتقلل تكرار استخدامه بتتكسر صفه المقاومه، او بتستخدم بالتبادل مبيدات مع مبيدات اخرى فبتاخر صفه المقاومه. انا ما عادش عندي الا دقيقتين. المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، المعمل المركزي للمبيدات، لا الأم انا قلت ده معملكم أنا عشان الكونفيوز، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، وده من المعامل المرجعية التي لا تتكرر إلا نسخة واحدة منها في الشرق الأوسط، في معظم الدول العربية نسخ منه، لكن شهادة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة شهادة مرجعية معتمدة في الشرق الأوسط. هو طبعا المعمل المركزي للمبيدات هو نشأ الأول وكان في وحدة صغيرة مخصوص بها تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في الاغذيه، فلان مهمه المعهد بتاعكم مهمه بحثيه واداريه وطويله جدا، حبينا نكبر الوحده دي علشان احنا النهارده وصلت دكتور اشرف المرصفي قال لي وصلنا مثلا لتحليل ما اعرفش 150 الف عينه سنويا، يعني 150 الف شحنه تصديريه، فكان ما ينفعش في خلال الوحده الصغيره بتاعتكم، فكان لازم نتوسع ونعمل معمل كبير. في إضافة عليها ولا أنا أخطأت؟ لا كده تمام. هو المعمل المركزي المتبقيات والعناصر الثقيلة بيختص بنقطة واحدة بس اللي هي نقطة المتبقيات للمبيد في المحاصيل، لكن المعمل المركزي المبيدات دوره أشمل وأوسع، دور رقابي على المبيدات من أول زي ما بقول لحضرتك تصنيعها تسجيلها وتصنيعها واستخدامها في الأسواق وكمان تأثيرها البيئي. أنا بشكر حضراتكم، وقت انتهى، لكن أعود للمقدمة. أن تملك كيانا مثل هذا لتدقيق والكشف عن مأكلك ومشربك فهذه نقطة تحضر كبيرة، وأن تملك نقطة للمتابعة الجيدة
فيما ينتج من أول إنتاجه إلى أن يصل إلى فمك، فدي أعلى قيمة في التحضر. لكن يتطلب الأمر أيضا ليس من الجهات المسؤولة عن الرقابة، ولكن تحتاج إلى رقابة ذاتية من المزارع، من التاجر، من المصدر، من المستهلك أيضا إذا شعر بأي خطر. ودي المفروض تبقى حلقة تانية، هجيب أساتذة متخصصين في سمية متبقيات المبيدات وكيفية التعامل مع سلعة وصلت بيتك ووصلت لتلاجتك وانت شاكك ان فيها زيادة متبقيات، لانه مفيش، يعني احنا مش عايشين في الجنة، لابد من خروقات بتحصل. لو وصلك منتج في بيتك انت شاكك انه عدى الحاجات دي او جاي من منطقة ما تعرضتش للكشف ولا للرقابة، تعمل فيه ايه؟ كيفية التعامل مع هذا المنتج ايه؟ ده موضوعه حلقة مقبلة تانية ان شاء الله. يسعني الآن أن أشكركم حضرات السادة المشاهدين على حسن المتابعة، وأشكر ضيفي العزيزين الأستاذة الدكتورة هالة أبو يوسف وكيل المعمل المركزي لمتبقيات المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، وزميلها وأخوها في نفس المعمل الدكتور فرج ملهط. أهلا بحضراتكم وبشكركم جدا جدا وشرفتوني، وإن شاء الله كلنا كده نروح مجبورين إن شاء الله بإذن الله. أسبوع على خير.